تزال، وبعد ذلك تمريرة تسديدة. الله، يتقدم القادمون من الدرجة الثانية. نعم، الكؤوس والمفاجآت، البدا يتقدمون مع الدقيقة الأولى. المجهود، المهارة من برايتون بكاري، وبعد ذلك على تسديدة أرسلت بهذه الطريقة. أي بداية، أي بداية، أي بداية أشوة. إنهم ثبتوا المرمى، لأن البدا لم يكن من هكذا مكان. أسامة طنان يعيد مصران، أسامة طنان يجيد التنفيذ من هكذا مكان، يعيد مصران ويعيد صقور برزان. يا باتريس كارتيرون، واحد واحد، واحد واحد. نعم، ألم أقل بأنه يجيد التسديد؟ ومن هكذا مكان أرسلها بيسراه، زاحفة قوية استقرت بعد ذلك في شباك ومرمى إبراهيم مهدي. أصبحت واحد واحد. أصبح تلعب بالجانب الأيسر، علي عفيف يبحث بالكرة بالخبرة، علي عفيف علها، الخبرة الآن تقول كلمتها. يا جواو، وبكرة الخبير علي عفيف، علي عفيف صمد البدع إلى أن جاء هذا التوقيت. الآن المغامرة تتوقف، الآن المغامرة تتوقف. شوف الكرة، كينجي، علي عفيف، وجواو أرسلها برأسية، لعبت من الخبير، من المخضرم، من لعب لسنين وسنين. عينك على كرة علي عفيف ورأسية جواو. أنت والمرمى، أنت وضميرك. وبعد ذلك الكرة بالشباك، لعب كرة بهذه الطريقة، كرة لأجل هدف ثالث، حسموها، خلاص خلصوها، وإلى الدور القادم يحلقون صقور برزان. أم صلال أبطال 2008 يبحثون عن قصة أخرى في كأس سمو الأمير، يظهرون في الأشواط الإضافية ويظهرون ومعهم كينجي جوين. لعل البدع استنزف لياقيا وقدم كل ما لديه في الوقت الأصلي، وما الأشواط الإضافية إلا أشواطا من أجل أهدافا تمطر لأم صلال ولسقور برزان.